السؤال، ما معنى كنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية؟ يعني كنيسة واحدة في الإيمان، واحدة في التقاليد، واحدة في الكتاب المقدس وفهمه، لأن كل من يخرج عن هذا الإيمان بيعزل خارجا وتبقى الكنيسة واحدة في إيمانه. مقدسة لأنها مقدسة في المعمودية وفي الميرون، ولأنها مقدسة لأن كل إنسان بيحل فيه روح الله ويقدسه. جامعة رسولية، جامعة يعني تجمع جميع الكنائس مع بعض، ورسولية يعني أصلها مؤسسة من الرسل.